سامعك خوتي ادريس دوت كوم فيديو جديد ان شاء الله. فيديو ديال ثانيه بكالوريا علوم حياه والارض اليوم ان شاء الله نخدموها باخر فقره اللي غتكون ان شاء الله الفقره ديال لابليكاسيون. بالنسبه للتمارين نخدموا فيها التمارين ووطنيات ديالنا. الوغ بالنسبه للتمارين اللي كيكونوا عندكم سواء في الفرد سواء في الامتحان الوطني راهم باينين، خصوصا الدرس ديال لافورماسيون جينيتيك باينين شنو هما التمارين اللي عندكم. عندكم تمارين اللي خاصين الاول هو النوع ديال دوك التمارين ديال لاميتوز او ما يسمى بالانقسام غير مباشر. النوع ديال التمارين ديال لاميتوز خاصك تكون ضابطه وباينه الصيغه ديالو، الصيغه وحده اللي عنده. اختاريت التمرين هذا اللي ماخوذ كمثال واحد الامتحان وطني. قال لكم نو بروبوزون لو دوكيمون سويفون كي ريبريزون دي شيما ديتاب دان فينومين سيلولير. ياك هذا الشكل هذا كيمثل لينا دي شيما ديتاب دان فينومين سيلولير ديال واحد الظاهره سيلولير، واحد المرحله من المراحل ديالها ديال الخليه ديالنا. دونك حنا هاد الخليه هادو ديجا شفنا المراحل ديالها، كنا قلنا اي خليه اثناء التكاثر ديالها كتمر مرحلتين اللي كنا قلنا عليهم لانتيرفاز ولا ميتوز. ولكن في هاد لا ميتوز هذا كيتكون ليا من اربع مراحل وحدة اخرين. حنا هنا كيمثل ليا جوج مراحل من هاد المراحل الاربعه ديال لا ميتوز. بيان سور هنا ماخوذه بالمجهر، داكشي علاش ما باينينش ليا هادوك اللي كنسميهم السبغيات او الكروموزوم ديالي ما باينينش مزيان، داكشي علاش حنا ماخوذه هنا بالمجهر. قال لك ايدونتيفيي لي زيتاب ريبريزونتي بار شاك فيغور اون جيستيفيون فوتغ ريبونس. هذا راه ماخوذ من امتحان وطني، راه ديما كيقول لك جبد ليا شي من مرحله وعليه جوابك اش من مرحله وحده في هاد الاربعه هادو، يعني راه وحده في اربعه اللي غنجاوب بها مع التعليل الجواب ديالك كتجاوب على التعليلات اللي عندك هنايا. نشوفوا على مولانا بالنسبه للتمرين ديالنا. عندنا المرحله ديال لا فيغور نيميرو ا، كيبانوا لي دوك السبغيات مستفين في وسط من الخليه. اش من مرحله في وسط من النواه مستفي ليا السبغيات؟ شي مرحله تكون فيها السبغيات مستفي الكروموزوم ديالي هي المرحله ديال لا ميتافاز. لا ميتافاز او يسمى بالمرحله الاستوائيه. في المرحله الاستوائيه كيتستفوا لي السبغيات علاش؟ على البلون ايكواتوريال، على الخط الاستواء ديال النواه. دونك هاد الفيغور ا اش من مرحله نقول ليه لا ميتافاز، علي الجواب ديالك غادي نستعمل هاد التعاليل اللي عندنا واللي هما اصلا كيمثلوا لي نفس التعاليل الخليه ديالي. لا كوندونساسيون دي كروموزوم اي ماكسيمال، مزيانه. الينمو حنا ما قدرتش نقول بان هنا تكون ديال الكروموزوم ماكسيمال لانه ما كيبانش ليا الشكل ديالهم، ولكن ممكن نعتمد على التعليل الثاني اللي هو الالونجمون دي كروموزوم دون لو بلون ايكواتوريال دو لا سيلول، يعني كنقولوا استواء السبغيات على خط استواء الخليه. ما قدرتش ندير التعليل الاول ولكن ممكن ندير التعليل تالي، مزيان. بقاتنا الفقره ديالها فيغور نيميرو بي، اش من فقره هاد فيغور بي بانوا لي دوك الكروموزوم بحال تنقسموا، هي دونك لانافور. لانافور او او ما يسمى بمرحله انفصاليه. فهاد المرحله الانفصاليه قال لي قول التعليل، ممكن تقول عاوتاني التعليل ديال غليفاج دو سونتخومير اي سيباراسيون دو كروماتيد دو شاك كروموزوم انشطار الجزيء ديال الجزيء المركزي ديال دوك السبغيات وهجرات هنا الميغراسيون او هجره دي كروماتيد كل سبيغي فيغ لي بول دو لا سيلول، كل واحد فيهم غيهاجر لينا احد قطبي الخليه. دونك المرحله ا قلنا هي الميتافاز والمرحله بي قلنا هي لانافور. نكتبوا هذا الشيء هذا مع التعليلات ديالهم وانا ضمنت النقطه ديال السؤال ديالي الاول. كتبوا على مولانا. Donc la figure A représente la métaphase car on a l'allongement des chromosomes dans le plan équatorial de la cellule. Adna, marhala ديال métaphase, حيت عندنا l'allongement حنا تنقولوا استواء السبغيات على خط استواء الخليه. بالنسبه لا figure B représente l'anaphore car on a clivage de centromère يعني عندك انقسام الجزيء المركزي et séparation des chromatides en chaque chromosome et migration des chromatides vers les pôles de la cellule. هجرات كل سبيغي نحو احد اقطاب الخليه. هادشي كاين بالنسبه للسؤال الاول. قالنا السؤال الثاني، السؤال الثاني كيهضر لينا على لا ريبريزونطاسيون او بيان ريبريزونتي ليتاب كي سويلي لا فيغور بي اون اوتيليزون دو زين ايكال ا 4، يعني مثل لي المرحله اللي تابعه هاد بي هذا باعتماد دو زين كتساوي 4. هنايا غادي تفكروا شنو المراحل اللي هما كيمثلوا لي الخليه في هذا الشكل هذا. كنا قلنا المرحله الاولى اللي كتمثل لي البروفاز، المرحله الثانيه الميتافاز، المرحله الثالثه لانافور، والمرحله الاخيره تيلوفاز. تيلوفاز دابا حنا هي اللي بغينا ندويو عليها. بالنسبه للتيلوفاز هذه حنا غنمثلوها بدوزين ايكال 4. واش من الصدفه حنا باش كنا خدامين في التمرين فاش كنا كنشرحوا الدرس كنا خدامين حتى حنا نيت دوزين ايكال 4. دونك شحال غنمثل هنا؟ غناخذ اربعه هنا واربعه هنا، اربعه ديال الكروموتيد هنايا واربعه ديال الكروموتيد في الجهه هذه، يعني عندي اربعه ديال السبيغيات هنا واربعه ديال السبيغيات هنا باش نمثل بهم المرحله الاخيره ديال تيلوفاز او المرحله النهائيه لمرحله كيكون فيها الاختناق وانشطار الجزيء المركزي كيهجروا ليا كل جزيء نحو احد اقطاب الخليه وكيختموا ليا باش بواحد الاختناق ديال الخليه ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين عندنا بالنسبه للتمرين او السؤال الثاني. نرسموا الشكل ديالنا ونحاولوا نديروا واحد التوضيح ليه.
دونك هادشي اللي بقى لنا حنا رسمنا الشكل ديالنا لي طاب كي سويفي لا فيغور بي الى نافور ولي مثلناها على هاد الشكل هذا مثلنا على اختناق وكلشي ممكن دير لها انت واحد العنوان هنايا الو غادي نبداو دابايا اهم حاجه اللي هو الامتحان الوطني الرتراباج ديال 2019 هنا غيخليك تفهم مزيان ديك القضيه ديال لاميتاسيون او مسمى بالطفره مهم جدا انك تتبع معايا فيها باش تشد مزيان لانها غادا تكون تابعك ان شاء الله في الامتحان فيها طريقه هذا الامتحان فيه ايضا الطريقه ديال التحليل ديال واحد الجدول وعاد فيه ديك الطريقه ديال كيفاش تتعامل مع السؤال ديال الطفره وكيفاش تتعامل مع السؤال ديال الار ان ميساجي والاسيد امين نبداو على مولانا مع هذا الامتحان هذا نبداو على مولانا كيما شفتو تما كاينه قدامكم امتحان وهو قدامنا نحاول نمشي مع دقه بدقه حاول تركز معايا مزيان ان شاء الله وغادي تشد مزيان نبداو على مولانا لا برونكو بنومو باسيو اوبستركتيف كرونيك بي بي او سي واحد المرض رمزوا لي حنا في التمرين كامل ب بي بي او سي ايتي مالادي كاركتيريزي بار لا ديلاتاسيون دي زالفيول سو لاكسيون دي بروتييز سيكوريتي بار لي غلوبول بلانش نشرح لك بشويه كاين واحد المرض يتميز بار لا ديلاتاسيون تمدد لي زافيول هما دوك الحويصلات الهوائيه شي داخل الرئه ديالنا كاين اللي كنسموهم لي زافيول او الحويصلات الهوائيه المهم هذا المرض هذا يتميز بتمدد الحويصلات الهوائيه سو لاكسيون دي بروتييز سيكوريتي بار لي غلوبول بلانش عن طريق واحد البروتييز محمي من طرف الكريات البيضاء كريو ان سي دي فحال تنقولوا شي كريو لينا واحد بيول ابولي انفيزيم يعني بيول واحد الفقاعات كنسموها انفيزيم سو كي اكسبوز لي بومون و انفيكسيون المهم هنا واحد الفقاعات اللي كيبقاو يتكرياو ليا من طرف دوك الحويصلات ديالنا دي شيرشو ان ايتابلي لا غولاسيون اونتر سات مالادي واحد الوحدين غيديروا واحد العلاقه ما بين هذا المرض هذا اون بروتيين واحد البروتيين الالفا اونتي بريز اللي انا رمزو حنا بالا ا تي غنحاولوا نشوفوا شنو العلاقه ما بين هذا الا ا تي وما بين هذا المرض ديالنا سات بروتيين بروتيج لي بومون كونتر لاكسيون ليتيك دو سيغتان بروتييز غيحمي لينا هاد لي بومون هاد الحويصلات ديالنا من اي بروتييز جاي من اي مرض لو دوكيمون نيميرو 1 بريزونتي سيغتان بارامتر لي ا سات مالادي سي ان سوجي سون اي ان سوجي مالاد غنراقبو لا كونسونطراسيون ديال هاد ال ا تي عند واحد الشخص في حاله صحيه جيده وواحد الشخص اللي هو مريض غنراقبو لا كونسونطراسيون ديال ا تي وفي نفس الحاله غنشوفو العلاقه ما بين هاد لا كونسونطراسيون ما بين الحاله ديال كل شخص دونك السؤال رقم واحد ديال كومباري يعني دير واحد المقارنه ما بين لي بارامتر اتيدي اونتر لو سوجي مالاد اي لو سوجي سون puis établiser la relation entre le protéine AAT et la maladie. هنا شوف في الامتحان الوطني نوصيك على هذه شوف كيفاش مكتوبه هذه بواحد الخط كنسميوه خط قوي او غليظ على مقارنه مع هذا الخط هذا علاش باش يبان لك بانه عندك جوج ديال الاسئله راه عندك هذا السؤال وعندك هذا السؤال وكل سؤال وعلى النقطه ديالو شحال على السؤال في هذا الوطني هذا ليه نقطه ولكن راه ماشي نقطه على كومباري لا نص نقطه على كومباري ونص نقطه على ايتابليزي يعني خصني نجاوب على كومباري باش ناخد نص نقطة ونجاوب على ايتابليزي باش نحصل على نص نقطة وملي نجمعهم بجوج غادي نتسمى حصلت على نقطة كاملة يعني في الامتحان الوطني خصني ضروري نقرا السؤال مزيان ونشوف شحال من السؤال كاين وسط من السؤال راه كاين جوج أسئلة في نفس السؤال نبداو على مولانا مع المقارنة ديالنا ألوغ نبداو المقارنة ديالنا على مولانا المقارنة ديالنا هي كالتالي غنقول لي أول حاجة المقارنة ديال هاد لا كونسونطراسيون دو أتي والمقارنة ديال ديال لي بروتييز شنو كنقول ليه غنقول ليه لو تو دو أتي إي فابل كيبان ليا قليل سي لو سوجي مالاد بارابور او سوجي سان مزيان نقول لي هنا الكونسونطراسيون ديال ا تي كتبان لي ضعيفه هنا عند المريض مقارنه مع هذا اللي بصحته هنا الديت ديالي اي لو طو دي بروتييز لو طو ديال البروتييز مالو اي ال في مرتفع سي لو سوجي مالاد بارابور او سوجي سان كيبان لي مرتفع عند الشخص المريض مقارنه مع الشخص اللي بصحه جيده هنا درت مقارنه كونسونطراسيون ديال ا تي ولي بروتييز شنو بقات لي بقات لي فقط لي تا دي زالفيول ou l'état des poumons. Ce que je veux dire, si le sujet malade, les alvéoles sont fragilisées avec emphysème pulmonaire, qui veut dire fragilisé, mais un tifar fréa. Par contre, sur l'état, par contre, si le sujet sain, mais qui veut dire chers liadimelo, les alvéoles avec les poumons sont normaux. كيبان لي راهم عاديين دونك درت هنا عاوتاني مقارنه ديالاش ديال ليتا زي زالفيول ليتا دي بون وهنا ديت النقطه ديالي كامله ديال كومباري ديت عليها نص نقطه ديالي كامله دونك شغادي ندير دابا دابا غادي ندوز لا غولاسيون او ما يسمى بلي لا غولاسيون لانه قال لي انت ايتابلي لا غولاسيون اونتر لي بروتيين ا تي اي لا مالادي نكتبها بعدا لا كومباريزون نديو على بعدا النقطه ديالنا عاد ندوز نفكر في ليتابليزي نبداو على مولانا
Donc, je mets داكشي كامل هنا وحطيته اون غوماركو دابري لو طابلو لو دوكيمون نيميرو 1 لو تو دو ا ا تي مالو اي فيبل سي لو سوجي مالاد بار رابور او سوجي سان لانه هنا بان لي هذا فيبل ديال الشخص المريض مقارنه مع الشخص اللي بصحه جيده ايكو لو طون دي برو ايكو لو طون دي بروماتياز يعني هاد البروماتياز هذا اللي عندنا هنا هاد البروتياز اللي عندنا هنا اي ال في سي لو سوجي مالاد عند الشخص المريض هو مرتفع مقارنه مع الشخص اللي هو بصحه جيده واخا aussi que si le sujet malade les alvéoles sont fragilisés ben on fragilisé avec des emphysèmes pulmonaires مع واحد الانتفاخ في الرئه par contre بالنسبه si le sujet sain les alvéoles sont et les poumons sont normaux بجوج كيبانوا ليا في حاله طبيعيه كيبان ليا هذا طبيعي وكيبان ليا هذا هو طبيعي هادشي اللي كان عندي بالنسبه للسؤال نيميرو 1 بقى ليا شنو فيه بقى ليا فيه pour établir la relation entre les protéines AAT et la maladie عطينا علاقة ما بين الأ تي وما بين المرضي تو سامبلو واش غادي دير تولي تشوف هنا وتولي تقول واش كاين المرض ولا ما كاينش الوغ تبع معايا مزيان كي غندير ليه انا وحاول تنتني تبع معايا في نفس السياق اول حاجه ما غنهضرش على الصحه انا نشوف ديال المرض هو قال لي على المرض انا غنشوف المرض نقول ليه انتما شوفوا لا كونسونطراسيون اللي كيدايره واش مرتفعه ولا منخفضه هي منخفضه نقول لا ديمينيسيون دو لا كونسونطراسيون دو لا بروتيين أ تي نقصان في البروتيين أ تي هذا ادى لنا لاش الاوغمونطاسيون ديال اش ديال لي بروتيين البروتياز ارتفع لينا دي طود بروتياز واخا هادشي دا ادى ليا لاش باغوا دي زالفيول فراجيليزي يعني يولي ليا داك الجدار ديالهم يولي ليا فراجيليزي واخا هادشي هذا غيدي ليا لاش الانفيزيم بيلمونير يعني انتفاخ ديال الرئه وهادشي هذا غيدي لاش الاباريسيون دو لا مالادي صافي وهنا ديت لا غولاسيون اونتر لا ا تي وما بين ظهور المرض ديالنا انا كتبوا هادشي هذا كامل ونزيدو نشرحو ان شاء الله مزيان Donc, la diminution de la concentration de la protéine AAT conduit à l'augmentation de l'autoprotéase aux parois des alvéoles fragilisées, alors enfin emphysème pulmonaire, donc apparition de la maladie. Vous avez la relation entre AAT et la maladie. Je vous rattrape, je suis le chal sahlin, je suis le sahlin, je suis le sahlin, ma sahlin. Mouqarana, je vous dis que je suis le sahlin, je vous dis que je suis le sahlin, je vous dis que je suis le sahlin, je vous dis que je suis le الوثائق كنحاول ندير لهم تحليل وكنردهم على شكل هضره الوثائق كنردهم على شكل هضره صافي هادشي اللي كندير ملي كنمروا هنا للسؤال الثاني غنحاولوا انني ديك الساعه نخدموا بداك الشيء اللي كنا درنا كيفاش تجبد متتاليه الاحماض الاي ار ميساجي ومتتاليه الاحماض الامينيه كيفاش دير تجبدهم ودير المقارنه بيناتهم باش تشرح لينا المرض دونك نبداو على مولانا مع السؤال الثاني الوغ نبداو على مولانا السؤال الثاني لا سانتيز د ا تي كونترولي بار لو جين سيربينا ها Le document doit présenter deux fragments d'allèle pour une note transcrite. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez faire un petit peu de travail pour vous faire un petit peu de travail. Et dans le fond, vous pouvez faire un petit peu de travail. 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 La normale et l'autre responsable de la maladie. Oui. جبنا جوج ديال الاي دي ان ديال واحد الشخص سليم وشخص مصاب لو دوكيمون 3 بريزونت ان اكستري دي طابلو دي كود جينيتيك هنا طابلو جينيتيك خدينا منو غادك الشيء حنا نيت اللي غنحتاجو في التمرين شو السؤال كي داير عطيك الاي دي ان ولكن تسمع معايا هادي راه نو ترانسكري راه غير قابل للنسخ راه هذا اللي خدمت معكم انا في اخر فقره اللي قبل من هادي راه هادو بجوجهم كانوا ترانسكري قابلين للنسخ هذا راه غير قابل للنسخ يعني راه ما يمكنش لي نجي ليشان وندير لي عمليه النسخ راه مهمه بزاف واخا قال لك اون فو بازون سور لو دوكيمون 2 اي 3 دوني لي سيكونس المتتاليه د ار ميساجي اي داسيد اميني سهله ديما الاسيد اميني فاش تبغي تجبد ديال ار ميساجي كان الا كترد اي و تي ترد ا و سي ترد جي و جي ترد سي ومن بعد تخدم شنو الطابل ديال الكود هذه سهله المهم نبداو بها بعدا هي الاولى دونك هنا نقلت ديال الشخص اللي كنقولوا نورمال سليم ها انت القاعده كتقولنا فاش بغيت تجبد الاي ار ميساجي ار د اي وتر د ا وسير د جي وجير د سي ولكن هادشي دا امتى فاش يكون عندك لا ترانسكريبسيون ديال الاي ار ميساجي ولكن ملي تيكون عندك هذاك الا دي ان تيكون ترانسكري هذا راه غير قابل للنسخ فهمتني اش بغيت نوصل لك هذا راه الا دي ان غير قابل للنسخ يعني شنو خصني ندير خصني يا اما نمشي نخدم شويه ونجبد الا دي ان القابل للنسخ كيفاش تجبد الا دي ان القابل للنسخ حنا كنعرفوا انه في الا دي ان ملي كيكون عندك ا كتكون حدا شكون تي هذا في الا دي ان سي كتكون حدا جي جي كتكون حدا سي و تي كتكون حدا ا هذا الا دي ان
يعني الا كان هذا اللي عندي انا غير قابل للنسخ، بغيت نجبد القابل للنسخ، في ما لقى الطير ردها، او في ما لقى التاي تو سامبلومون ردها، وفي ما لقى ار ردها التاي، في ما لقى الجي ردها السي، في ما لقى السي ردها الجي. هذه الا بغيت نجبد الاي دي ال قابل للنسخ، عاد نجبد الاي ار ان ميساجي. ممكن لي شان نطبق واحد القاعده اللي كتقول لك شنو، غتقول لك سير بدل ليا فقط فقط التاي ردها اي، كتخلي هذا كلمه هو. في ما عندك انا ا دي ان غير قابل للنسخ خليه كلمه هو قاعده بلاتي. في ما تعطيني الاي دي ان اس دي غير قابل للنسخ نخليه كلمه هو، غا هي في ما لقى التي ردها اي، في ما لقى التي ردها اي. صافي، يعني الطريقتين بجوج صحاح، سواء عندك انا غير قابل للنسخ تنوض تجبد انت القابل للنسخ عاد تجبد الاي ار ان ميساجي، سواء من هذا اللي شان تجبد الاي ار ان ميساجي غا في ما تلقى التي ردها اي، بجوجهم تيبقاو صحاح. انا غندير الصعيبه فيهم كاع، هي الطويله فيهم اللي هي هادي. نجبد انا سيدي الاي دي ان ترانسكري، غتكتب لينا ا دي ان ترانسكري، فين ما تلقى تي ردها ا، فين ما تلقى ا ردها تي. دونك ا غتولي تي جي جي تي تي ا تي ا جي ا ا جي ا ا جي ا جي 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 تي. انا جبت ال ا دي ال قابل للناس، دابا اش ندير؟ عاد نجبد دابا الاي ار ميساجي. دابا انا جبت ال ا دي ال قابل للناس، عاد نطبق ديك القاعده ديال ال ار دائي و تي ردها ا وسير ده جي جي ردا سي. نبدا نطبق القاعده مع راسي، نقول هنا ا سي سي ا ا يو. ديجا شرح هادشي داكشي اش كنقولوا بالزربه هنا، ا يو جي ا ا هي هذيك جي، هنا يو يو، هنا اصلا كانت ا ردها يو يو، عاوتاني هنا يو يو سي يو سي سي، وهنا في الاخير جي جي تي غردها شنو؟ غردها غتبقى تولي سي سي اي. انا ساليت مع راسي الاي دي ان اي ار ان قابل للنسخ. بيان سور هادشي راه مشروح في الفيديو اللي شرحت لكم فيه مزيان هادشي هذا، ومشروح حتى في الفيديو اللي قبل من هذا اللي شرحت لكم فيه عاد دابا حتى هو. واخا نبقاو نشوفو هنا ا سي سي ا سي سي ا سي سي هو تي اش ار، ها هو تي ار اي اش ار، ها هو ا ا اي ا ا اي ا ا اي، ها هي اصلا انا نكتبها A S N A U G A U G A U G A U G. ها هي بقات لينا شوف الصدفة، انت درت هنا A U G وهي اصلا ما كاينش في الطابلو، يعني انا غلط، انا راه خاص تكون A U C. A U C هي U L E زيد U U G U U G U U C U U C هنا هي U C، هيا هي P H E. أوكي U U C U U C هي P H E. عاوتاني U C C U C C هي سير، وآخر وحدة C C U C C U هي برو. أوكي دونك نعاودو نفيريفيو مرة أخرى. طن طن هنايا دايرة أ، راه بحال أ بحال أي، هنا هنا بحال أ بحال أي، كيكون عندهم نفس ال نفس الأسيد ديالهم. دونك هادشي لي كاين عندنا، هانتوما هنا راه أ سي سي أ أ أو أ أو سي أو أو سي أو أو سي أو سي 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 أ. دونك دابا نفس الخدمة نحاولو نطبقوها دابا على الحالة ديال الشخص المصاب. دابا راه تقدر دير راسك الحاله ديال الشخص المصاب وتجبد لينا الجواب ديال دغيا. بيان سيغ قبل ما نبداو الحاله ديال الشخص المصاب غادي نطلع لكم هنا الجواب، يعني دونك هل اساليت الحاله الثانيه واللي هي الحاله ديال درت بالنسبه للشخص المريض. دابا غنقول لك دير ليا ليكسبليكاسيون، لانه قال لينا في السؤال الاول قال لي يعطيني المتتاليات احمد امين، ثم قال لي كوريسبوندون ديال كل حاله اكسبليكي لوريجين جينيتيك دو لا مالادي، يعني يعطيني الاصل الوراثي للمرض. هنا تو سامبلوم اش غادي نديرو؟ كيما غادي نديرو مقارنه ما بين الاي دي ان ديالهم بجوج. غتقول لي واش ندير المقارنه ديال غير قابل للنسخ ولا القابل للنسخ؟ راه بجوجهم صحاح، سواء درتي ديال قابل للنسخ سواء درتي غير قابل للنسخ راه بجوجهم صحاح. ولاني انا شخصيا غنصحك انك تخدم على القابل للنسخ، لانه حنا فاش كنقراو على الاي دي ان كنقراو ديما القابل للنسخ. دونك نبداو نديرو مقارنة ديال قابل للنسخ. هنا عندي تي جي جي، هنا تي جي جي تي تي أ تي تي أ تي أ جي تي أ جي أ أ جي أ أ جي. هنا كاينة أ أ جي وهنا كاينة أ جي جي. حبس،
تبدل لي هذا الحرف الا ولا الجي، ولكن بلاتي نشوف راه كيبان لي ناقصه هنا ثلاثيه على قدها. يعني ماشي انا قلت لكم فاش كنت كنشرح لكم ديك الفقره قلت لكم كاينه الحاله ديال لاميتاسيون ديال الفوق ديال الاستبدال، وكاين الحاله ديال الفقدان، وكاين الحاله ديال الاضافه. يعني ممكن يكون ليا لاميتاسيون نتيجه شنو؟ نتيجه الاستبدال. باقيين عاقلين في لا فيديو؟ قلت لكم قدروا ار دو تي، قدروا مثلا شي حرف هادو نبدلوهم، هذه كتسمى استبدال. تقدر تكون ازاله، قلت لكم تحيد شي حرف فيديو اللي قبل هذا، وتقدر تكون اضافه يتزاد شي حاجه. يعني لاميتاسيون راه فيها ثلاث انواع، شوف راسك انت واش بدلتي غير هاد ار دي تي جي ولا كاين شي ازاله، يعني حيدت شي حاجه. كتبان لي هنا انت شي هاد الاجي جي ها هي، جي جي تي ها هي. يعني شنو واقع؟ تو سامبلومون فقط حيدنا هادي اللي بالخضر، حيدنا اجي، يعني ماشي استبدال، هذا ماشي لاميتاسيون ديال غومبلاسمون، هادي هادي راه ديلاتاسيون، يعني ازاله ديال واحد الثلاثيه. دونك كي غادي ندير الاكسبليكاسيون ديالي تو سامبلومون نقول ليميتاسيون باغ ديليسيون دي تريبل ا اجي، طفره ناتجه عن ازاله ا اجي دي بغين ترانسكري دو الاي دي ان مؤدى سانتيز دين بروتيين ا تي انورمال. صافي وانا عطيتو الاكسبليكاسيون ديالي، كتبوها ونشرحوها مزيان. Donc, il manque la mutation par dilution du triple AAG du brin transcrit de l'ADN, ce qui conduit à la synthèse d'une protéine AAT anormale. Mais il y a une protéine AAT anormale, une erreur AAT, de AAT incapable de protéger les alvéoles contre les protéines. Donc, apparition de la maladie BPOC. Et il y a une autre chose qui est en train de rattraper à 2019. Qu'est-ce qui est en train de faire? Nous avons dit que nous اللي كان خاص بينا كان فيه السؤال الاول والسؤال الثاني اللي كان عليه نقطه ونص كامله. علاش قلت لكم هذيك الطفره راه ديما كتكون عندكم في الامتحان نقطه ونص كامله عندكم في الامتحان؟ هذه الكلمه ديال الاكسبليكاسيون هذه عليها نص نقطه. بيان سور هنا تقدر تكون ما بينش شي حاجه، داكشي علاش اكسبري هذا السؤال هذا. اخلي بالكم لكم دابا نيت الجواب قدامكم. الوغ كيما شفتو عيط ما كاينه في الجواب، وشفتو عيط التنقيط ديال داك الامتحان. نتمنى يا ربي يكونوا الاجوبه واضحين وبان لكم الامتحان مزيان، ولكن ضروري واوصيكم انكم تعاودوا هذا الامتحان بالضبط. حاول تعاودوا قبل الفرض، قبل الامتحان الوطني عاودوا ضروري، لان هذا التمرين هذا نقدر نقول لك صافي هذا التمرين فيه الكفايه، غير هذا الوطني هذا فيه الكفايه في التمارين. هذا الوطني فريمون كان شامل، ولكن بليز عاود هذا الامتحان ضروري تعاودوا. ديما فكر في هذه القضيه هذه، راه هارد وورك بيت سالنت وين تالنت دازنت وورك هارد. راه ديما داك اللي كيضرب تمارين تيغلب هذاك اللي عنده موهبه في العلوم. الا كنتي كضرب تماره واخا يكون عندك اي عائق قدامك تقدر انك تحطمو وتقدر انك تفوتو، وديما دير بينات عينيك باللي راه والديك كيتسناو وك دير شي حاجه في حياتك. راه كون اكيد الواحد اللي بغيك تكون حسن منه هي والديك، تقاتل على وجه صاحبي الضحكه ديال الحنانه في اخر السنه ضروري تقاتلوا عليها. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا والديكم واللي على ودهم تهون اي حاجه، تهون تماره، تهون معاوده، تهون اي حاجه على ودهم، على ودهم تهون اي حاجه، تقاتل باش تفرحهم، تقاتل ماشي خدم، تقاتل ليل ونهار. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا ديكم شي وقتاتكم مزيانه. مرحبا بالانتقالات ديالكم، الافكار ديالكم، التساؤلات ديالكم، ليان الانستغرام ديالي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون، راه تواصل معايا تما كاينه اي حاجه احتاجتها كنجاوبهم في الانستغرام تما كاينه، راه تلام يوميين كنجاوبهم. كان معكم دريس دوت كوم، بون كوراج ا توس. شحال